للاستفاضة أكثر معنا محلل أسواق مالية من مجموعة إيكوتي من عمان السيد أحمد عزام. أهلا بك معنا سيد أحمد. سيد أحمد، بالتأكيد أبدأ معك من ترقب الأسواق العالمية للمحضر الفيدرالي المرتقب اليوم. حدثنا عن توقعاتك، هل ممكن أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ب 75 نقطة أساس، أم كيف ترى السيناريو المقبل؟ تفضل. أعتقد بأن 75 نقطة أساس قد تكون بعيدة كل البعد كسيناريو بالنسبة لتخفيض أسعار الفائدة. بكل تأكيد تخفيض أسعار الفائدة في الاجتماع اليوم بالنسبة للفدرالي الأمريكي بات واضح، بات مؤكد جراء إشارة جيروم باول الأخيرة وتصريحاته بأن موعد خفض أسعار الفائدة قد حان. اليوم موعدنا مع الفدرالي الأمريكي لتخفيض أسعار الفائدة. الانقسام حاليا بين هل سيخفض الفدرالي الأمريكي 25 نقطة أساس أو سيتجه إلى دورة تسخيرية بشكل أكبر وتخفيض أسعار الفائدة ب 50 نقطة أساس. على ما أعتقد كميول شخصي هنا 25 نقطة أساس قد تكون كبداية تسهيلية، كبداية دورة تسهيلية قد يكون خيار جيد بالنسبة للفدرالي الأمريكي. الانقسام بالأسواق لحتى الآن مرتفع جدا، وهي يمكن من أوائل المرات تاريخيا بالنسبة لقراءات العقود الأجلة بالنسبة لتوقعات أسعار الفائدة وتخفيض أسعار الفائدة منقسم بشكل كبير، حتى أنه التغييرات تتجه بشكل لحظي في الفترة الأخيرة كنسبة مئوية وكتغييرات جذرية بين الانقسام بين 25 وال 50 نقطة أساس. ما أميل له 25 نقطة أساس لعدة أسباب. على ما أعتقد البيانات الاقتصادية لحتى الآن قد تعتبر بعض الشيء جيدة، تعطي المجال للفدرالي الأمريكي للتوجه بشكل أفضل بشكل أكثر، خاصة التضخم 2.5%، أرقام النمو الاقتصادي لحتى الآن لا تزال تعتبر جيدة. فبالتالي الفدرالي الأمريكي لم يصل إلى مستهدف التضخم عند 2% من جهة، وأن النمو الاقتصادي غير دافع بشكل كبير جدا بأنه النمو الاقتصادي يعتبر سلبي ليتجه الفدرالي الأمريكي لتخفيض أسعار الفائدة بشكل كبير. كما أن الأرقام الاقتصادية الأخرى، نعم أسواق العمل تسجل بعض التباطؤات، البطالة تسجل بعض الارتفاعات، لكن على ما أعتقد أنها ليست إشارات لأسواق العمل إشارة سلبية جدا. قد يحتاج الفدرالي الأمريكي رؤية أرقام اقتصادية أخرى لأشروع بتقديم أو تيسير أكبر بالنسبة للفترة القادمة بشكل مستقبلي. لذلك أعتقد بأن 25 نقطة قد تكون هي الخيار الأمثل، يعطي الفدرالي الأمريكي بعض الوقت، خاصة أنه لدينا اجتماعين، اجتماع شهر 11 واجتماع شهر 12 نوفمبر وديسمبر. فبالتالي الفدرالي الأمريكي لا يزال لديه بيانات اقتصادية، لا يزال لديه الوقت لمتابعة السياسة النقدية. فبالتالي 25 نقطة أساس مع إشارة بالمخطط النقطي وهو تصويت أعضاء الفدرالي الأمريكي اليوم قد يكون هي إشارات جيدة، قد تعطي بعض الشيء للإشارات المستقبلية في الفترة. طيب أن إلى الولايات المتحدة سيد أحمد، يعني ومن تسجيل عجز الميزانية الأمريكية ما يقارب للتريليوني دولار وحتى تفاقم إلى هذا الرقم وسط تكاليف الفائدة المرتفعة، كيف سيسهم خفض الفائدة المتوقع بالاقتصاد الأمريكي؟ أعتقد لو تبنى الفدرالي الأمريكي سياسة تسهيلية تدريجية قد لن يكون هناك فروقات بشكل كبير، أي بمعنى العجز سيستمر بكل تأكيد. يعني عندما نتحدث عن 2 تريليون دولار في فترة بسيطة، فترة زمنية وصول إلى 35 تريليون دولار كعجز مالي كمديونية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لن يستطيع بكل تأكيد التغلب عليه من ناحية. من ناحية أخرى قد يتقلص أو قد يتقلص العجز المستقبلي في الفترة القادمة جراء انخفاض أسعار الفائدة. لكن أعتقد بأن تبني سياسة نقدية تسهيلية ب 25 نقطة أساس في كل اجتماع لن يكون له تأثير واضح، تأثير جلي، خاصة بأنه في شهر 11 لدينا الانتخابات الأمريكية، المخاوف كل المخاوف أن يأتي دونالد ترامب وقد يزيد بذلك المديونية بشكل متسارع. وحتى كاميلا هاريس قد أضافت بعض الشيء باختصاصها أن يكون هناك إمكانية لزيادة المديونية في الفترة القادمة. وبالتالي أعتقد بأن المديونية قد تتقلص عجزها بشكل بسيط وبشكل طفيف في الفترة القادمة جراء انخفاض أسعار الفائدة، لكن لن يكون هناك تغيير جذري. فالمديونية تستمر بالارتفاع وبكل تأكيد سنعود إلى مسلسل سقف الدين في الفترة القادمة. طيب سيد أحمد، عذرا المقاطعة، يعني حول المرشحين الأمريكيين، يعني ترامب قدم برنامج وكذلك هاريس قابلته ببرنامج آخر، برأيك أي برنامج سيكون أفضل للاقتصاد الأمريكي الحالي وإلى من ستميل الكفة؟ يمكن الانتخابات الأمريكية يمكن الفترة الحالية يمكن هي أقل متابعة من الفترات الماضية، بالرغم من أنه التأثيرات أو الأحداث الأخيرة جراء عمليتان الاغتيال لدونالد ترامب، لكن على ما أعتقد
قلل فترة المتابعة للانتخابات الأمريكية الحالية. عندما ننظر إلى المناقشة الأولى بالنسبة لكاميلا هاريس ودونالد ترامب، أعتقد بأن هناك تفاوت بالنسبة للسياسات بالنسبة للرئيس القادم للولايات المتحدة الأمريكية. دونالد ترامب على سبيل المثال يوجه بأن يكون هناك ضرائب أقل، لكن هناك إمكانية دعم الشركات الكبرى. أما كاميلا هاريس قد يكون هناك دعم للطبقات المتوسطة، لكن قد يكون هناك إشارة أكبر بأن يكون هناك ضرائب أكبر على الشركات الكبرى، بالتالي هناك تفاوت. وأيضا هناك أيضا فكرة الأسواق العمل التي ظهرت جلية بالنسبة للمرشحين الانتخابيين. ظهور أسواق العمل والتي تراجعت في الفترة الماضية، أشار دونالد ترامب بأنه لم يكن هناك في العفو أسواق عمل سيئة، بينما على عهد جو بايدن وكاميلا هاريس نائبة الرئاسة كان هناك تراجع لأسواق العمل، فبالتالي كان هناك بالنسبة لتوجيه الاتهامات أكثر من إيجاد خطة اقتصادية واضحة. أعتقد بأن كاميلا هاريس قد يكون إشاراتها الاقتصادية أفضل نوعا ما، لأن دونالد ترامب قد يكون هناك إشارات الحمائية بالنسبة للتعريفات الجمركية، إشارات بأن التضخم قد يسجل البعض الارتفاعات في الفترة القادمة. لذلك أميل إلى كفة كاميلا هاريس بأن يكون هناك تقديم خطة اقتصادية لحتى الآن أفضل من دونالد ترامب. نعم. طيب، في ظل محاربة البنوك المركزية للدول كافة تقريبا أزمة التضخم، أين هي مخاطر الركود؟ يعني كيف سيوازن صناع القرار الاقتصاديون بين مخاوف الركود والحد من أزمات التضخم؟ يمكن الموازنة الحالية بين المخاطر لكبح حجمها التضخم الذي قد وصل تقريبا إلى المستهدفات. على سبيل المثال كندا بالأمس سجلت من أوائل البنوك سجلت مستهدف التضخم عند 2% للبنوك الكبرى. عندما ننظر إلى السياسات النقدية التشددية التي ظهرت في الفترة الماضية واتجاههم لتخفيض أسعار الفائدة، كان واضح بأن التضخم قد سجل بعض الانخفاضات، لكن إشارات بأن هناك بعض المخاوف بأن النمو الاقتصادي قد يسجل بعض التراجعات، فبالتالي تخفيض أسعار الفائدة قد يكون داعم جيد بالنسبة للاقتصاد في الفترة القادمة، داعم جيد لارتفاعات النمو الاقتصادي، خاصة بأن عندما ننظر إلى اقتصادات الدول الكبرى، الاقتصادات الكبرى تسجل قراءات النمو الاقتصادي قريب 0%، فبالتالي هي تحتاج تخفيض أسعار الفائدة. فبالتالي أعتقد بأن تخفيض أسعار الفائدة الحالي بالنسبة للبنوك الكبرى هي موعد جيد جدا لاتجاه لتخفيض أسعار الفائدة في محاولة لرفع النمو الاقتصادي. أعتقد بالمخاوف هنا بأن يعود التضخم في الارتفاعات، فهنا قد تكمن المخاوف بأن لا يكون هناك سيطرة بين التضخم بين النمو الاقتصادي. طيب، بالانتقال إلى أوروبا، يعني بالتحديد المملكة المتحدة، معدل التضخم استقر في بريطانيا، يعني حتى وفقا لتوقعات شهر آب، يعني ذلك قبل يوم من اجتماع بنك إنجلترا. لكن كيف تقرأ مستوى التضخم القادم في بريطانيا، خصوصا مع قدوم حزب العمال إلى السلطة؟ هل من سياسات مغايرة؟ يمكن المخاوف الكبرى بالنسبة للتضخم البريطاني تحديدا بأن تضخم الخدمات مرتفع، الأجور مرتفعة، الأجور لا تزال عن مستويات 6%. عندما نقيس مستويات الأجور تكون مرتفعة، وبالتالي هناك مخاوف بأن يكون هناك ارتفاعات للتضخم. نعم، إجراءات البنك المركزي البريطاني هي كانت من أوائل البنوك الذي رفع أسعار الفائدة. التضخم حاليا مستويات 2.2% يعتبر جيد جدا بالنسبة للقراءات المرتفعة السابقة بالنسبة للتضخم، لكن المخاوف المستقبلية بأن يعود أو تكون هناك ضغوط تضخمية في المملكة المتحدة، بالتالي قد يكون هناك توقف بالنسبة لتخفيض أسعار الفائدة. الفائدة حاليا مستويات 5% لبنك إنجلترا. أعتقد بأن اجتماع غدا قد يكون هناك إشارة لتخفيض للتوقف عن تخفيض أسعار الفائدة آنيا، ثم إمكانية تخفيض أسعار الفائدة بناء على الأرقام الاقتصادية القادمة. يحتاج بنك إنجلترا الوقوف على الأرقام المستقبلية، أرقام التضخم، أرقام النمو الاقتصادي للشروع بتخفيض أسعار الفائدة مرة أخرى. لكن في اجتماع الغد أعتقد أن تخفيض أسعار الفائدة قد يكون هو الخيار الأنسب بالنسبة لبنك إنجلترا. طيب، العمولات ننتقل إليها، هي لها حصة أيضا معنا. العملات أمام الدولار أيضا يعني يترقب محضر الفيدرالي مع توقعات خفض الفائدة إذ سجل تراجع. كيف تقرأ مستقبل العملة الخضراء أمام العملات المنافسة الناهضة اليوم؟ قد يكون هناك تقسيم بالنسبة لسيناريوهات تحركات الدولار الأمريكي.
اليوم مهم جدا تخفيض اسعار الفائده لو جاء 25%، اعتقد قد يكون سيناريو مغاير لتحركات الدولار الامريكي في الاسبوع الماضي. عندما ننظر الى 25 نقطه اساس قد يكون هي اقل من طموحات او اقل من تفاؤل الاسواق بان يكون هناك 50 نقطه اساس، فبالتالي اعتقد بان تخفيض اسعار الفائده قد يكون له تاثير عكسي، تاثير بارتفاعات الدولار الامريكي لو جاء 25 نقطه اساس. ال 50 نقطة أساس ستكون ضاغطة سلبية، فبالتالي أعتقد أن الفدرالي الأمريكي قد ينظر لها بعين الاعتبار، لأن 25 نقطة أساس لكي لا ينخفض أسعار الدولار الأمريكي بشكل أكبر، قد لا كي لا يكون هناك ضغوط تضخمية من العملة. السيناريو الآخر أو المرحلة الأخرى هي مرحلة الانتخابات الأمريكية، فبالتالي نحتاج معرفة الرئيس الأمريكي القادم، لأنه بكل تأكيد السياسات قد تكون مختلفة بالنسبة للتوجهات الاقتصادية، بالنسبة للتوجهات المالية، للتوجهات النقدية للولايات المتحدة الأمريكية، فبالتالي أعتقد بأنه على المدى القصير قد يكون هناك بعض الارتفاعات للدولار الأمريكي إلى حين موعد الانتخابات الأمريكية. نعم، إذا السيد عزام محلل من مجموعة إيكوتي من عمان، شكرا جزيلا لك ولكل ما تفضلت به.